السلام عليكم اخوان اخوات، مرحبا بكم معنا من جديد في قناتكم اجو استفدوا، قناه المعلومه البناءه، دائما في اطار نشر المعلومه ومساعده الاخرين. نسال الله السلامه والعافيه، رمضانكم كريم بالصحه ومغفره الدروب ان شاء الله. خبر غير صار ولكن للتحفيز، يعني ما بغيتكمش يعني ديموتيفاو. البارحه كنا علنا على الخبر المفرح ديال تسويه الوضعيه، يعني اتفاق الاحزاب، يعني الحزب يعني نجوم الخمس والحزب الديمقراطي ويعني الاغلبيه اتفقوا على تسويه الوضعيه بالنسبه للمهاجرين غير الشرعيين في ايطاليا. ويعني ذكرنا الشروط اللي كان في ذاك العقد، وذكرنا يعني شنو المتطلبات، ويعني هذا الشيء كان ديجا كان جا من بعد صراع كبير من بين وزاره الزراعه بيلانوفا ومع مع داك الحزب ديال النجوم الخمس اللي كاين في الاغلبيه في الحكومه، ومع الحزب اليساري حتى اللي كان في المعارضه. يعني كان صراع كبير، وبقاو الى ساعات متاخره، وبقاو يعني الظرف العاجل ديال الفلاحه اللي مستعجل، باغي الناس ديال الفلاحه يعني قرروا تسويه الوضعيه، يعني بعد صراع كبير صافي سنيو على داك الشيء قادوه. فما بالوك اليوم في الصباح كنتفاجئوا بخبر تراجع حزب النجوم الخمس، تراجع القرار ديالو، قال لهم لا حقه ما حقه ما نسويوش. ايه طلعت اكل الكرموس عباد تكون قالها ليك مزيان. دابا حنا عرفنا الناس قاريين تبارك الله، وناس سياسيين ودبلوماسيين وديمقراطيين، واش سهلة تلعب مشاعر الناس؟ واش سهلة تلعب مشاعر الناس؟ وناس ماشي ايتها ناس، ناس كاين اللي قطعت البحر فلوكا، ناس كاين اللي ضرب الطريق على تركيا، كاين ناس اللي شافت الويل الكحل، وناس اللي عندها احلام، وناس اللي عندها افاق ومنتظره يعني بفارغ الصبر. شيكم ما قلتوش هذا الشيء كامل وخليتوهم، واحسن ما تقولوا لهم سووا وتقول لهم لا ما نسووش. هذا راه ماشي انا ما مش انا كنناقش فكره، كنناقش راي. منظمه حكوميه ولا وزاره ولا كتخرج بواحد القرار. دابا بحال هادي لاعبين كره، الاربيت قال لك فوت وبيان بينالتي وبيان كورنر، وجا قال لك لا راه هي هادي. ما يمكنش اصاحبي هادشي اللي كتقولوا، راه ما يمكنش. واش كتقول هاد الحزب النجوم الخمس ولا كتقول ايا نسويو واتفقتو، واحد الشيء تقول لهم لا، راه هادي دي زيت خيماد، وراه ناس هادو، وراه بشر هادو، وراه عندهم مشاعر، عندهم احساس، عندهم احلام، عندهم عائلات، عندهم بزاف ديال الحوايج. افونا في با لو دغوا باش دير هكا صاحبي، راه فونا في با لو دغوا، راه ما جات لا الحقوق الانسان لا الحقوق ما نعرف لا والو، راه ما عندكش لو دروا باش تلعبوا بمشاعر الناس. المهم كانوا اليوم عاوتاني اجتماعات واجتماعات واجتماعات، وعاود داروا اجتماع في العشيه. دابا عاوتاني هما ماشي ما كاينش التسويه، كاينه ولكن عاود نقاشات. دابا صراع نايضه، عاوتاني نايضه. من هنا انا شنو كنقول للجاليه المغربيه، خصوصا المهاجرين غير الشرعيين في ايطاليا، صبر جميل وتفاؤلوا خير تجدوه. هذا دائما الا تحفيز وقوه وموتيفاسيون، ما تنازلوش على حقكم. يعني كانت تسويه ان شاء الله غتكون تسويه، وراء وزارة الزراعة معاكم بيلانوفا، والحكومة تاهي معاكم. كاين هاد الأحزاب الله يهديهم، حنا عارفين علاش كيديروا هكا، حقاش هما عندهم الربح في العمال الموسميين يجيبوهم، لأن العقود كما كتعرفوا كتخرج مجانية، وحنا كنشريوهم بسبعة ثمانية المليون، يعني هذا راه ماشي ربح، هذا راه فوق الربح. هذاك موضوع آخر مبغيناش ندخلوا فيه. حنا في أجيو نستافدو كنناقشوا أفكار. كانت فكرة ديال التسوية، كانت معلومة صحيحة البارح، راه ماشي كذبنا عليكم، كانت معلومة صحيحة وعندكم المصدر، وتا دابا غنعطيكم المصدر ديال داكشي اللي قلنا البارح، وداكشي اللي كنقولوا اليوم، أن الله يهديهم، والله يهدي هذا الحزب وحركة ديال حركة خمسة النجوم، يسوي الوضعية للإخوان ديالنا. يعني كانت نورمالمون السناتورية فيها عام، هما ردوها ست شهور، يعني وقال لك البروفا ما كانتش. المهم بزاف ديال الحوايج داروها وقبلت عليها الوزارة يعني الزراعة بيلانوفا، واخا يعني كما ديكراداو الحقوق بداك العقد ديال السناتوريا، قلنا ماشي مشكل. ولكن باش تقول لي لا، البارح قلتي لي ايوه، دابا تقول لا، نتحدى اي واحد كما كان
باش يرجع في القرار ديالو مسؤول حكومي او مسؤول ديمقراطي. يعني راه قرار ماشي سهل صعب باش تاخذ تقول ايه وترجع تقول لا. المشكله لا ماشي لا ديفينيتيف لا اجي نعاود نناقشوا. ولا اله الا الله محمد رسول الله وصف لا اله الا الله محمد رسول الله. مهم موتيفاسيون حاولوا السلميه السلميه بالتي احسن راه ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. تضامن مع اخواننا في المهجر كذلك فرنسا واسبانيا الله يسهل عليهم وعلينا كاملين باش تسوى لهم الوضعيه. حاجه اخرى بالنسبه لو دي كونفينمون يعني في ايطاليا راه رفع الحجر الصحي راه غادي ترفع يعني بتدريجيا وان شاء الله في 18 ماي راه غادي يفتحوا يعني المقاهي والمطاعم وترجع الحياه الى مجراها، ولكن بشرط يعني احترام لو دي كونفينمون واحترام يعني اللوازم الوقائيه وداك الشيء اللي جا في يعني في رفع الحجر الصحي. سينو راه قال لهم يعني وزير الداخليه راه الا ما احترمتوش داك الشيء راه كل شيء غيرجع الى ما هو عليه، كل شيء غيرجع للكونفينمون، كل شيء غادي يرجع، لان الا العدد الحياه متعلقه بعدد الوفيات وعدد المصابين بكورونا، الا تزاد راه غادي يرجعوا كما كانوا، الى هبط راه غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم راه ترجع الحياه الى مجراها. وان شاء الله يعني شنو نقول لكم، راه كاين واحد الخبر مفرح ديال ان ريان اير شركه ريان اير في ايطاليا ان شاء الله راه بغات يعني تبدا في الرحلات ديالها ابتداء يعني بهذا الشهر. راه دابا يعني كيما يقول لك في دي ديسكسيون مع حقاش هي شركه ايرلنديه كما كتعرفوا، راه دابا الاتحاد الاوروبي كان اجل 15 يونيو، ولكن كاين ما بين البلدان اللي حل الحدود كاين يعني تفاوضات يعني باش ترجع المياه الى مجاريها في اوروبا ماشي في المغرب. المغرب ما عنده حتى علاقه مع هاد الناس. من هنا كنشكركم بزاف على المتابعه، بارطاج هاد الفيديو وموتيفاسيون الناس المهاجرين غير الشرعيين. راه اللي عطاك الاولى يعطيك الثانيه ويعطيك الثالثه كما الله كن فيكون. جات كورونا بداو يفكروا في تسويه الوضعيه، بداو يفكروا في المهاجر، وعاود ثاني تصدر قرار وتصدرت مسوده ورجع السناتوريا كونوا على يقين لا عطاك الاولى عطاك الثانيه وغيعطيك الثالثه وغتسولك الوضعيه، لان الارزاق بيد الله ماشي برزق العبد. من هنا كنشكركم بزاف على المتابعه، ما تنساوناش بالدعم ديالكم بارطاج موتيفاسيون 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 الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.